أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة جاهزيتها واستعدادها لموسم عيد الأضحى 1444 للهجرة من خلال خطة لتغطية أماكن ذبح الأضاحي المرخصة بتوفير أطباء بيطريين للفحص جنبا إلى جنب أطباء المسالخ المرخصة لتسهيل وتسريع عملية الفحص، مشيرة إلى أنه تم استيراد نحو 50,000 رأس من الأغنام بالإضافة إلى 300 رأس من الأبقار لتلبية طلبات الأضاحي خلال 3 أيام التشريق من ذي الحجة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة سعادة الدكتور. إذا حدثنا أكثر عن الجهود التي تم بذلها لتوفير الأضاحي في الأسواق المحلية بمناسبة عيد الأضحى. أولا سلام عليكم وأهلا فيكم في الأخوة المشاهدين. تم استعداد طبعا مبكرا هاي السنة إلى موسم الأضاحي بتوجيهات من سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى توجيهات سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية. من هذا المنطلق الوكالة المساعدة للثروة الحيوانية استكملت جاهزيتها واستعدادها لموسم عيد الأضحى هاي السنة من خلال العمل كفريق واحد بين إدارات الوكالة المساعدة المختلفة، سواء كانت إدارة الإنتاج الحيواني المحلي أو إدارة الصحة الحيوانية. وعلى الأساس تم إصدار العديد من أذونات الاستيراد اللي من خلالها تم استيراد مثل ما تفضلتين في بداية الخبر أكثر من 50,000 رأس من الأغنام بالإضافة إلى أكثر من 300 رأس من الأبقار. وهذا كل تلبية الأضاحي في الفترة مالت أيام التشريق، بالإضافة إلى تم استيراد 9,000 طن من اللحوم. نعم. سواء كانت لحوم حمراء أو لحوم بيضاء كانت موزعة على في حدود 2600 طن من اللحوم الحمراء و 7,500 طن من اللحوم البيضاء. نعم. وهذا كله تم استيراده خلال فترة بسيطة، نتكلم من 15 مايو إلى 24 يونيو. وهذا استعداد مثل ما تفضلتون إلى إحياء شعيرة من شعائر المسلمين، وهي سنة من سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله اللي هي الأضاحي. طبعا الكميات هذه مو كلها بتكون أضاحي، غدا العيد بيكون إليه نصيب فيها بعد من هذه الكميات. نعم. هذا بالإضافة إلى يعني خلال الكميات الكبيرة اللي تم استيرادها تتطلب من عمل فحوصات كبيرة إليها من خلال المختبر البيطري اللي أنجز أمانة في وقت قصير وفترة بسيطة أكثر من 8,000 عينة تم فحصها للتأكد من سلامة المواشي أو اللحوم قبل السماح لها بالتداول. نعم. سعادة الدكتور إبراهيم يوسف القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.